لا يصح. من سره أن ينظر إلى شبيه عيسى بن مريم خلقا وخلقا فلينظر إلى أبي ذر. لا يصح. إن أرواح الشهداء في جوف طير خضر تعلق من ثمار الجنة. الأصوب فيها يعني أنه موقوف على يعني لفظه في تفسير قول الله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا أما إنا قد سألنا عن ذلك. أظن ابن مسعود قال أرواحهم في حواصل طير خضر ولها قناديل معلقة بالعرش تسرح في الجنة كيف شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل فاطلع عليهم ربهم هل تريدون شيئا قالوا نرد إلى الدنيا فنقتل في سبيلك مرة أخرى لما يرى من الكرامة فلما ما كانت لهم حاجة تركوا. هذا ثابت بهذا اللفظ. ورد نسم المؤمن طائر تعرض في الجنة. جزاك الله خير. السلام.